لما كنت بأستعرض مع حضراتكم النقاط الأربعة الأولى، فكانت النقطة الرابعة متعلقة بمناشدة المجتمع الدولي في مسألة أنه يعني نوصل المساعدات الإغاثية سواء إذا كانت غذائية أو دوائية إلى آخره لأهالينا في السودان، ويمكن ده المحور الرئيسي في النقطة الخامسة اللي بتتكلم عن الاتفاق على تسهيل نفاذ هذه المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي الجوار، وده بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية. أيضا هناك اتفاق على تشكيل لجنة آلية أو لا تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء الخارجية لدول الجوار، ووضع خطة عمل تنفيذي، كمان تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة. معنا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أهلا بك يا أستاذ أكرم. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور عليك يا استاذ اكرم، يا ريتك كنت تبقى موجود معنا هنا في العالمين الجديده، يعني المهرجان واجواء شديده الاختلاف حتى عندما نتناقش في السياسه. طبعا أستاذ أكرم، يعني مهم عندي أن أنا أسمع منك تحليل حول النقاط السبعة واللي وردت كنتائج أو توصيات من قمة دول الجوار بالقاهرة. والحقيقة يعني التوصيات صدرت بشكل مهم، مفتاحها انه تقديم حلول قابلة للتطبيق. يعني يمكن المسار الوزاري اللي موجود في تشاد اللي هيتابع الاشياء التوصيات المختلفة، الاتصال بكافة الاطراف، فكرة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، فكرة كمان تقديم مخاطبة المنظمات الدولية للوفاء بوعودها فيما يتعلق بتقديم المساعدات العاجله، لانه التدهور اللي حاصل بيؤدي الى في مشكله في الزراعه، في مشكله في الغذاء، في مشكله في الصحه. فكره حمايه الدوله والحفاظ عليها ومؤسساتها بيمكن الدوله من انها تقدم هذه المساعدات بشكل كبير. لكن هو الاهم هنا هو يمكن مخطط الاطراف. صحيح حصل وجود مختلفه، دايما الدوله المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسي بيسعوا لانه يبقى في موقف اقليمي وموقف قاري وموقف عربي داعم عدم انتظار المنظمات الدوليه اللي هي مشغوله بتفاصيل كثيره بحرب روسيا واوكرانيا، بغير انعكاسات هذه الازمه على العالم ومنافسات مختلفه. ففكره ان يبقى في حل من خلال دول الجوار اللي تاثرت بطريقه او باخرى، الرئيس لخصها في كلمته في الجلسه الافتتاحيه، ثم في التوصيات النقاط الاربعه اللي هو اطلاق حوار غير مشروط بين الاطراف بحيث تكون قادره على تفهم وجهات النظر والسعي ده، ودعوة الأطراف السودانية. الشعب السوداني ليه دخل مهم ووضعه في هذه التوصيات باعتباره جزء مهم جدا من المسار السياسي. الدخول في المسار السياسي دايما مصر منذ البداية بتحذر من فكرة انه طول مدة الصراع او توسعه بشكل كامل بيضيع الفرصة في متابعة النتائج او الجلوس، والجلوس ان اجلا او عاجلا هيحصل. فكرة انه يبقى في مسار وزاري اللي هو ينطلق في متابعة الأطراف المختلفة والاتصال بيها للبناء على ما سبق من مبادرات أو من حلول، ده جزء مهم جدا برضو. وضع الاتحاد الأفريقي أو المفوضية الأفريقية وجامعة الدول العربية من ناحية، ودول الجوار اللي هي تأخرت بشكل أو بآخر بهذا الأمر، جزء مهم جدا من هذه السياقات المختلفة. يبقى فيه إحنا جزء، كل جزء عاجل صحيح، لكن هو الجزء المهم جدا إغاثة الشعب السوداني بشكل عاجل فيما يتعلق بالغذاء والمساعدات الغذائية والمنظمات الدولية اللي تتدخل. هذه من ناحية، الناحية دعم المسار السياسي وقبول الأطراف. أظن أنه هناك أمل أن تكون الأطراف المختلفة في السودان أدركت خطورة استمرار وتوسع هذا الصراع، لأنه طول الوقت بينتج سواء لاجئين أو خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وغيرها. فده جزء مهم جدا من يعني كل التوصيات السبعة والنقاط الأربعة اللي أوصى فيهم الرئيس، في اللي طرحهم الرئيس عبد الفتاح في الجلسة الافتتاحية، مهمين جدا لأنه هو ده سياق مصر منذ البداية. التعامل إنه دي قضية داخلية، عدم طرد التدخلات الخارجية اللي هي بتعقد الأمور، دفع الشعب السوداني لأنه يدعم هذا المسار السياسي، وأن تلتزم الأطراف المتنازعة سواء الجيش الوطني أو قوات الدعم السريع الالتزام بهذا السياق المسار السياسي وقبول هذه الامور. اظن زي ما احنا بنقول كل الاطراف تعبت، ويفترض انها تسارع
في الاستماع إلى صوت العقل والدولة المصرية أكثر الدول إدراكا لهذا الأمر باعتبارها علاقة تاريخية مع السودان، علاقة استراتيجية، فهم واضح للسياسة الخارجية بشكل كبير مهما كانت الأطراف التي تتقدم أو تتداخل أو غيره ربما تتسبب في تعقيد الأمر بشكل أكبر. طب أستاذ أكرم، بطبيعة الحال أي صراع مسلح أو اقتتال داخلي في أي بقعة من بقاع العالم بيحصل فيها تدخلات خارجية، ولهذا السبب أنا أتفهم جدا وكلنا نتفهم إصرار وتأكيد الرئيس على عدم التدخل في الشأن السوداني واعتباره شأن داخلي، لكن إلى أي مدى من الممكن أن هذه القمة ودول الجوار أنه يخلقوا ضمانات، يعني أنا بسأل بس على المدى، أنهم يخلقوا ضمانات لعدم وجود أي شكل من أشكال التدخل في الشأن السوداني؟ زي ما انت أشرت أي صراع بيبقى فيه تدخلات خارجية، لكن خلينا نقول إن الفرصة أكبر لعدم تدخلات خارجية باعتبار إن الدول الكبرى اللي بتتدخل عادة أو تدفع نحو مسارات معينة هي مشغولة بصراعاتها وبمنافساتها والمنظمات الدولية نفس الشيء، لكن هو الأهم يمكن المسار الوزاري اللي معمول في الشأن أو المسارات المختلفة اللي هتتواصل مع الأطراف. الضمان الأكبر هنا هو الشعب السوداني والأطراف السودانية أن تكون تعجل بالجلوس بعيدا عن أي تدخلات خارجية، لأنه استبعاد التدخلات الخارجية ربما يكون صعب، لكن دول الجوار جزء من هذا الضمان. دول الجوار وأظن أن مصر في توافق مختلفة دائما سواء في القضية الليبية أو في السودان أو في أي مسارات أخرى في سوريا في اليمن في غيره، دائما الرئيس السيسي كان يضع خطوطا حمراء تحت فكرة ترك الأمور للتدخل الخارجي. فالضمان هنا الضمان دول الجوار تضمن هذا، المنظمات الدولية يفترض أنها تدعم هذه المسارات والمسارات الإنسانية وغيره، والمسارات الموجودة في اللجنة الوزارية التي ستتابع الأطراف المختلفة تقنع هذه الأطراف بأنها يجب أن تسارع بالجلوس لضمان إبعاد التدخلات الخارجية وعدم توسع الصراع لوصوله إلى حرب أهلية أو دخول أطراف مختلفة في هذا الصراع. وأظن أن دول الجوار كلها تقريبا بتدار من هذا الصراع بدرجات مختلفة، سواء من اللاجئين أو من التأثيرات الاقتصادية لهذا الصراع الذي لا يفيد أحد. صحيح. أنا بشكرك جدا جدا كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع.